بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله مصرف الأيام والشهور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بمرور الليالي والأيام والسنين والشهور، واعلموا أنها من أعمالكم وأنها خزائن أعمالكم، وفي يوم القيامة تفتحون هذه الخزائن عن خير أو شر حسب ما أودعتموه فيها. حينما يقال لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وحينما يقال لأهل النار أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم البشير، النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نودع عام هجري قد انقضى، ونستقبل عاما جديدا لا ندري هل ندركه وهل نستكمله أو لا. لنفكر في العام الماضي، كم ولد فيه من مولود وكم مات فيه من مفقود، وكم عملنا فيه من خير أو شر. تلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إن الأمم لها تاريخها، والمسلمون لهم تاريخهم. الأمم لهم تاريخهم الذي ليس فيه إلا الكفر والشرك والعناد ومحاربة الله ومحاربة رسله، والمسلمون لهم تاريخهم المليء بالخير والمليء بالأمجاد. المشركون على اختلاف مللهم واختلاف أجناسهم يؤرخون بالتاريخ الشمسي المكون من الشهور الشمسية. المسلمون يؤرخون بالتاريخ القمري. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالمسلمون لما أرادوا أن يضعوا لهم تاريخاً يعرفون به آجال معاملاتهم وعقودهم لم يلتفتوا إلى تاريخ الكفار، مع أنه موجود. فجمع عمر رضي الله عنه
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع سادات المهاجرين والأنصار، استشارهم في تاريخ يعتبرونه ويؤرخون به معاملاتهم وعقودهم، فأجمعوا على أن يكون هذا التاريخ التاريخ الهجري المنسوب إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم حدث في الإسلام بعد البعثة، فأرخ بها المسلمون بالتاريخ الهجري. وقصة الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة ومعه من أسلم ممن من الله عليهم بالهداية، وكان المشركون يتطاولون عليهم ويؤذونهم ويضايقونهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم محميا من أذى الكفار بعمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويمنعه من أذى قومه، وكذلك زوجته خديجة أم المؤمنين التي كانت تناصره وتؤيده وتطمئنه منذ بعثه الله وهي معه، يأوي إليها فتسدي عنه همومه وتجلي عنه أحزانه وتواسيه بمالها ونفسها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بين المشركين يؤذونه ويتطاولون عليه وعلى أصحابه، ولم يكن له من يؤويه ويناصره ويدفع عنه أذى قومه. خرج إلى الطائف يلتمس من يناصره من أهل الطائف، فخذلوه أشد الخذلان، فرجع صلى الله عليه وسلم من الطائف لم يظفر بما أراد، ولم يتمكن من دخول مكة إلا بجوار مطعم بن عدي الذي حمل سيفه وحمل أولاده السيوف، فأحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا به مكة وطاف بالبيت وهم يحرسونه. فبقي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال في مكة، فكان يعلم نفسه على القبائل في موسم الحج، يأتي إليهم في منازلهم في منى ويعرض عليهم الإسلام، يقرأ عليهم القرآن ويطلب منهم أن يحموه ليبلغ رسالة ربه. فقدر الله جل وعلا أن لقي جماعة من الأوس والخزرج من أهل المدينة، وكانوا على الشرك، ولكن كان اليهود يجاورونهم في المدينة، وإذا حصل بينهم وبين اليهود مشادة فإن اليهود يتوعدونهم ويقولون سيبعث نبي في آخر الزمان وسنقاتلكم معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا هؤلاء اليهود، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين.
فكان الأنصار، كان الأوس والخزرج في ذلك الوقت لا يسمون الأنصار، يسمون الأوس والخزرج. تأثروا بمقالة اليهود وخافوا من هذا الوعيد، فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عند جمرة العقبة، وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وطلب منهم النصرة، قالوا إن هذا لهو الرجل، أو لهذا لهو النبي الذي تهددكم به اليهود، فلا يسبقكم إليه، فبايعوه على الإسلام. ثم رجعوا من الحج إلى قومهم فدعوهم إلى الله فأسلم نفر كثير، وحجوا من العام الذي بعده أكثر مما كان قبل، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا ودعوا قومهم فأسلم نفر كثير من الأوس والخزرج، فجاءوا للعام الثالث حاجين وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة على النصرة والتأييد والجهاد معه بشرط أن يهاجر إليهم، فإذا هاجر إليهم فسيحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم. فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم رجعوا إلى بلادهم ينتظرون قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فصاروا يهاجرون بالأعداد الكثيرة، فخاف المشركون أن يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا ماذا يصنعون به حتى لا يلحق بقومه. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم اتفق رأيهم، لأنهم لا يقدرون أن يقتلوه خوفا من قريش، من عصبية قريش، لا يقدرون أن يقتلوه، ففكروا ماذا يصنعون. جاءهم الشيطان بصورة رجل وقال لهم اختاروا جماعة من شبابكم وأعطوا كل واحد منهم السيف، فإذا خرج فاضربوه ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قريش أن تثأر من القبائل كلها. فرأوا أن هذا هو الرأي، وجمعوا شبابهم وسيوفهم وجلسوا عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راقد على فراشه ينظرون إليه. أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمكيدتهم، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشاب الجلد الشجاع، أمره أن يبيت على فراشه حتى يظن المشركون أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء علي رضي الله عنه اضطجع على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم والتحف بلحافه وهم ينظرون ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج من بينهم عليه الصلاة والسلام وهم جالسون ولا يشعرون به، فأخذ التراب ودره على رؤوسهم وخرج من بينهم وذهب إلى صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قد واعده أن يصاحبه بالهجرة، فقام أبو بكر وجهز الجهاز
واشترى الراحلتين من ماله رضي الله عنه، فخرج ماشيين إلى غار في جنوبي مكة قالوا له غار ثور، غار جبل ثور. وانظروا هذه السياسة العظيمة، اتجاه الهجرة إلى الشمال إلى المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجنوب حتى يخدعهم، واختفى هو وصاحبه في الغار، وابنة أبي بكر الصديق تأتيهم للطعام والشراب خفية في هذا الغار. أسمى بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وراعي غنم أبي بكر يمر عليهم وهم في الغار بالغنم، فيشربون من لبنها وتمر الغنم وتخفي الآثار، فلا يوجد أثر إلا أثر الغنم. قدر الله أن جاء المشركون إلى الغار، لأنهم بذلوا كل غالي ورخيص حتى يظفروا بمحمد، وقالوا من جاءنا به حيا أو ميتا فله وزنه من الذهب. جاءوا إلى الغار ووقفوا عليه ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الغار هو وصاحبه تحت أقدامه. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فصرف الله عنه المشركين خائبين وأيسوا من وجوده عليه الصلاة والسلام. ورأوا الآثار القديمة على الغار كعش العنكبوت وغيره، ولم يروا أثرا حول الغار، قالوا: ما في هذا الغار من أحد. انصرف. فأنزل الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فلما انقطع الطلب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استأجر رجلا من المشركين يقال له عبد الله بن أريطة الليثي، يدله على الطريق. فلما انقطع الطلب جاء الرجل بالراحلتين، فركب أبو بكر وركب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم الدليل، فساروا إلى المدينة، ونجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين وحماه منهم، ولحق بأصحابه قريب العين. وكان أهل المدينة يخرجون كل يوم في الصباح ينتظرون قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون بالهجير إلى بيوتهم. فلما كان في اليوم الذي وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجعوا في الهجير، صعد رجل من اليهود على قطن له، فرأى راكبين يزول بهم السراب، فقال: يا بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، إن هؤلاء جدكم الذي تنتظرون. فخرجوا في الهجير واستقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه خير استقبال، ورحبوا بهم وساروا معهم حتى دخلوا المدينة، وكل منهم يطلب من الرسول أن ينزل عنده.
فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها، يعني الراحلة، فإنها مأمورة. فمضت به الراحلة حتى وصلت إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم، فبركت. فلما بركت أقامها صلى الله عليه وسلم، فمضت ثم رجعت وبركت، ثم أقامها ثم رجعت وبركت في هذا المكان. فجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأخذ رحل الرسول صلى الله عليه وسلم من على الراحلة وأدخله في بيته، وكان قريبا من المكان، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، إلى أن بنى مسجده وبنى حجراته، ثم انتقل إليها. ثم تكاثر المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأسلم كثير من الأوس والخزرج، وسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار، بدلا من الأوس والخزرج سماهم الأنصار، أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كانت للإسلام الدولة والقيادة والجنود، فعند ذلك صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو المشركين، يغزوهم بالجيوش ويبعث السرايا إليهم، ونصره الله نصرا مؤزرا حتى جاء في العام الثامن يوم الفتح ومعه 10,000 من الجنود، من جنود الرحمن، مدججين بالسلاح من الأوس والخزرج، ودخل مكة ظاهرا منصورا، التي أخرج منها قبل 8 سنين كما سمعت. ففتح الله له مكة واستولى عليها، وظن المشركون أنه سيوقع بهم أقصى العقوبة، فاجتمعوا في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يفعل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة المشرفة، فتحت له فدخلها وأزال ما فيها من الصور، وغسلها بماء زمزم، وصلى فيها 2 ركعتين، ثم خرج والناس ينتظرونه، فخطب صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، وأسلم الكثير منهم، وجاء الناس من القبائل يدخلون في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارًا بالدين،
وهي عمل جليل. الهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال، ولذلك قدم الله ذكر المهاجرين على ذكر الأنصار، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وتركوا ذراريهم في سبيل الله عز وجل. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الهجرة عمل عظيم، فيها ترك للأموال والأولاد والوطن في سبيل الله عز وجل ولنصرة دين الله عز وجل، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالهجرة باقية ما بقي الإسلام والكفر إلى يوم القيامة. فمن لم يقدر على إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه هي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي اعتبرها الصحابة مبدأ للتاريخ الهجري، واستغنوا بها عن تواريخ العالم. فيجب على المسلمين أن يستغنوا بالتاريخ الهجري عن تواريخ الكفرة، وأن يؤرخوا به معاملاتهم ومخاطباتهم وعقودهم كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك عزهم ومجدهم وشرفهم. أما أن يورقوا بتواريخ الكفار فهذه انتكاسة وتنكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد فشد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واربط كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم أصلح إمامنا وأيده بنصرك وأمده بتوفيقك وأعنه بإعانتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح بطانته وأبعد عنه بطانة السوء والمفسدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واقهم شر شرارهم، واقهم شر الفتن ما ظهر منا وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.